مستمرة، لمسة وتمريرة، نقلة أمامية جميلة، المحاولة خطيرة عرضية تصل الكرة بالجول. الكبير والخلوق والمحبوب ياسر الشهراني اللي أداء كبير مع الهلال في الجهة اليسرى وثنائية مع سالم الدوسري، المحاولة مستمرة خطيرة دائما وأبدا. شوف هذه الكرات الخطيرة وسط الملعب، محاولة وتمريرة إلى كاريو، كاريو في حالة الهجوم اللي كانت الجماهير في وقت مضى تتواجد في الجهة التي يتواجد فيها يوسف الثنيان من الملعب. جميلة، كرة حلوة، المحاولة من كاريو، إيلو يتقدم يحاول إيجالو، لمسة وتمريرة جميلة، المحاولة إلى سعود عبد الحميد داخل منطقة الجزاء، المحاولة تعود الآن من جديد طويلة على الجناح الأيسر، التغطية ممتازة من سعود عبد الحميد، كرة سعود إلى كاريو، الكرة إلى الأمام بحثاً عن كاريو، كاريو في حالة الهجوم ولا تشاهد الهلال يستمر بالفوز. المحاولة ترجع ولكم في ذكرى الموسم الماضي عظة وعبرة، هكذا نشاهد المحاولة ترجع ترسل خاطئة. ما هذه الأخطاء التي تحدث في وسط الاتفاق وفي دفاعه؟ الكرة إلى بعملية بناء الهجمة بشكل رائع، هجمة التي قلبي دفاع يختلفون في الأدوار، يعني مثلا تشوف الهلال رؤينة الهلال يذهبوا إلى العريجة لمشاهدة دولاب الهلال، المغطية من سلمان، التغطية في الأدوار، يا سلام كاريو بدأ يتلاعب مريرة أوزيمير، فيتينيو، فيتينيو يبحثون عنك الاتفاقيون يا فيتينيو، لأن مثل هذه الكرات سدد 17 تسديدة باتجاه جانج يونسو يبعد الخطر عن مرمى المعيوف. ميشائيل حط الكرة إلى كاريو، كاريو يحاول يلعب كرة أمامية إلى جانج يونسو، كاريو يتقدم للمحاولة إلى سانوسي أوساوي. أن المنافسة هذا الموسم قوية بكل صراحة. سعود عبد الحميد، لمسة من جديد، يلا المعيوف، كرة سهلة إلى عبد الله، محاد على الفتح هنالك في الإحساء على أرض الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف. تتخلص، ترجع إلى كاريو للأمام، المحاولة مستمرة، سعود يتقدم، وكما نستمع للجماهير الهلالية التي تردد زوجتها المفضلة كاريو بعد الفوز بثلاثي. حاولة الهجوم من البيرو